بعد كده هننتقل للبوربولي. عندنا ثلاث طرق نقدر نحدد بيها البوربولي. رقم واحد، عرفنا نجيب الجرين فوليوم وعرفنا نجيب البالك فوليوم، بالتالي البور فوليوم هيتساوي البالك فوليوم ناقص الجرين فوليوم. رقم اثنين، هنستخدم الكثافة عشان نجيب البور فوليوم باستخدام الكثافة. ازاي بقى؟ هنشبع العينة بسائل، بعد كده هنوزن العينة. هنوزن العينة قبل ما يحصل لها تشبع وبعد ما يحصل تشبع، وبالتالي البور فوليوم هيساوي وزن الفراغات على كثافة السائل الموجود بالفراغات. وزن السائل الموجود بالفراغات بيساوي ايه؟ وزن العينة المشبعة ناقص وزن العينة قبل التشبع، اللي هو بيساوي ايه؟ الوزن العينة، وزن الفراغات هيساوي وزن العينة المشبعة، هنرمزه بالرمز W S، وزن العينة قبل التشبع هنرمزه بالرمز W دراي. وبالتالي فإن البور فوليوم هتساوي W S ناقص W دراي على الروب بتاعة الفلوت. الطريقة الثالثة، هنشبع العينة بالسائل، تشبيع العينة بالسائل. بعد ما بتشبع العينة بالسائل هنعمل للسائل الموجود بالعينة ده حاجة اسمها اكستراكشن، بعمل طرد للسائل الموجود جوه العينة الموجود جوه الفراغات، وبالتالي يكون حجم السائل اللي هيطلع ده هو حجم البور فوليوم. يبقى البور فوليوم هيساوي الاكستراكتد فوليوم او الحجم المستخرج. بعد اما بحسب البور فوليوم والبالك فوليوم، بعد كده بنقوم على نحسب المسمية. هناخد مثال لصقر اللي هو الساندستون. المسمية بتاعته عبارة عن تتراوح من 8 لـ39%. المتوسط بتاعه عبارة عن تقريبا 18%. لو المسمية بتاعة الساندستون دي أقل من 8%، الخزان بتاعي بيبقى uneconomic، يعني ما هوش اقتصادي. يعني ايه مش اقتصادي؟ يعني مش مربح، مش مربح ان انا اكمل فيه عملية التنمية، وبالتالي بيكون المشروع عندي بخسارة. الخزان بتاعي ما بيبقاش منفذ للسوائل الموجودة بالخزان، وبالتالي كمية الزيت اللي انا هقدر اطلعها قليلة، ويكون المشروع ده مش مربح. ايضا عن طريق المسمية بقدر احدد كمية الهيدروكربونات الموجودة بالخزان. طب ازاي بحدد كمية الهيدروكربونات الموجودة بالخزان؟ بقدر احددها ازاي؟ عندي الاوريجينال اويل امبليس، هي عبارة عن البور فوليوم. اوريجينال اويل امبليس هي عبارة عن البور فوليوم، وزي ما احنا عارفين ان البوروستي بتساوي البور فوليوم على البالك فوليوم، ومنها فان البور فوليوم هيساوي البوروستي في البالك فوليوم. وبالتالي فان الاوريجينال اويل امبليس هيساوي البوروستي في البالك فوليوم. وزي ما احنا عارفين ان اي حجم الفوليوم بيساوي ايه في الاتش، المساحة في السمك او في الطول. وبالتالي ها
هنشيل البالك فوليوم هنحط اف اتش، هتساوي ان الاوريجينال اويل امبليس بتساوي البروس بي في الايه في الاتش. لازم نضيف الساتوريشن، لان زي ما احنا عارفين ان الساتوريشن بيساوي الفوليوم بتاع الاويل على الفوليوم بتاع البورز، حيث يكون حجم الزيت هنا هو عباره عن الاوريجينال اويل امبليس. وبالتالي فان الاوريجينال اويل امبليس هتساوي البروستي في الايه في الاتش في الاويل ساتوريشن. وزي ما احنا عارفين لو الخزان بتاعنا يحتوي على زيت وميه فقط فان الاس او بتساوي 1 ناقص اس دبليو. بالتالي فان الاوريجينال اويل امبليس هيساوي البروستي في الايه في الاتش، هنشيل الاس او ونحط 1 ناقص اس دبليو. مركزين معايا ولا ايه؟ عايزكم تفوقوا شويه معايا. بعد كده الاوريجينال اويل امبليس بتساوي البوروسيتي في الكروس سكشن اريا في الثيكنس في 1 ناقص الاس دبليو ار. ولازم نعرف ان الاريا هنا بالايكر تمام، والاتش بالفي. طب عايزين نحول الاوريجينال اويل امبليس هنا عندي بالايكر في الفيد. طب عايزينها بحاجه معروفه زي مثلا الفيد تكعيب او البرميل، هنحولها ازاي؟ عندي الواحد ايكر بيساوي 43560 فيت تكعيب، وعندي الوان بارل بيساوي زي ما قلنا قبل كده 5615 فيت تكعيب. وبالتالي فان الوان ايكر هيساوي 4 3 5 6 0 على 5615 هيبقى بيساوي 7 7 5 8. وللتحويل يبقى عندي الاوريجينال اويل امبليس هتساوي 7 7 5 8 في الايه في الاتش في البروستي في الواحد ناقص اس دبليو اي. ده بالبرميل. طب احنا لو عايزينها بالستوب تانك بارل، زي ما قلنا قبل كده ان البيتا او بتساوي الحجم على في ظروف الخزان على الحجم على السطح. وبالتالي عشان احول لستوب تانك بارل بقوم ضارب فيه او بنقسم على البيتا او. بالتالي فان الاوريجينال اويل امبليس هتساوي 7 7 5 8 في الـ A في الـ H في الـ بروستي في 1 ناقص SWI على البيتا OI. لازم نعرف المعادلة دي، مهمة جدا، لأن عن طريق المعادلة دي بعرف كمية الهيدروكربونات عندي قد إيه تمام الموجودة بالخزان. بنفس العلاقة دي نعرف نجيب الأوريجينال جاز امبليس، هتبقى بتساوي 4 3 5 6 0 في ال A في ال H في البروستي في 1 ناقص اس دبليو اي على البيتا جي اي. المرة دي ضربنا في 43560 لأننا محتاجين إنها تكون بالفيت تكعيب، بعد كده قسمنا على البيتا جي اي عشان تكون بالستاندرد يوبيك فيه.